حاتم اليوم الوحدة في المركز 12 فقط عنده 9 انتصارات مقابل 14 خسارة. ايه كثير. هل هذا الوضع هو مساير للدعم اللي يلقاه الوحدة؟ لا. ولا المفروض يكون وضع أفضل؟ المفروض أفضل بكثير، المفروض أفضل بكثير. طبعا أنا الآن عشان بطولة ما بتكلم في أشياء أخرى، لكن أتكلم الحقيقة. بالتأكيد الوضع أفضل، الطموح مفروض يكون أكثر، مش الوحدة كل موسم نرجعنا للهبوط. يعني أعطيك مثل بسيط، معليش سامحوني. تفضل. والله أقسم بالله فادي الليل الفضيلة، يعني في ناس عندنا يسولفوا. لما كنت رئيس النادي وأنا خارج تمام الموسم هذاك، أخذت ميزانية، ميزانية كويسة معقولة جدا. الميزانية هذه أصرفها وأمشي على الفريق على الفرق وأمشي. والله من عمل نادي الأستاذ مثل مشعل القرشي شاهد على هذا، عبد الله خوقي النائب الرئيس، قلت لهم لا، لابد أن ينصلح حال هذا النادي. لو صرفت، تعرف في ميزانيات في النادي كانت 56 مليون ريال وجدتها 10 سنوات ماضية. طيب أنا أصرف الميزانية وأخلي الديون مستمرة ولا أحل الوضع؟ تحل الوضع. برافو عليك. اللي يحب النادي ويخاف عن النادي وما يدور مصالح خاصة يحل الوضع طبعا. لكن إلا لا ما يحل الوضع. الحمد لله وشكر لله عملنا عمل إداري على أعلى مستوى، سددنا كل الديون، تركنا فائض حوالي 23 مليون فائض. ليش أقول لك هذه النقطة؟ أنا كنت لاعب في الوحدة وأنا طفل في الوحدة، إدارات كانت تجي في الوحدة وهي ماشية ترفع الرواتب، تسوي مشاكل اللي يجي بعدها يورط. الإدارة الحالية هذه قبلتهم قبل لا أمشي، طبعا هم جو يعني كانوا يبغوني رئيس عليهم، قلت لهم لا أنا لو استمر بإدارتي، قلت لهم أنتوا حتلاقوا ميزة ما شافوها شافتها إدارة قبل كذا، حتلاقوا فائض، واحد ديون مسددة، واحد يخاف عن النادي معاكم تمام. اللي حصل العكس، أول كانت الحروب تجي من برا لجوا، صارت من جوا لبرا. شيء غريب جد والله. فعشان كذا الواحد يحزن على وضع نادي الوحدة للأسف. إيه بس أعطيك النقطة. إيه. النقطة هنا لما تترك فائض سد الديون إيش تبغى؟ تبغى استمرارية في العمل. صحيح؟ صحيح. السنة حقتنا فريق القدم ممكن الكل يشهد فيها كيف كان، ثلاثية كرة يد، بطولة في الطائرة، فريق السلة ينافس، كله ألعاب القتالية كلها اكتساح في سنة واحدة. معسكر فندق الآن في نادي الوحدة، روح شوفه، صالة حديد عالمية في نادي الوحدة، كله في 10 شهور. إيش تبغى؟ الاستقرار هنا والاستمرار. خلاص الوحدة ما عاد تنزل من فوق وما عاد في ديون، ما عاد في مشاكل. الآن روح الوحدة، حسب تصريح المدرب عشان لا تأخذ علي، تصريح المدرب قبل شهر قال إحنا موقفين من التسجيل تمام. هو أثبتها المدرب ثلاثة فترات أعتقد ذكر هذا، ديون كثيرة بيتكلم على عدم، مش فريق القدم فقط، ترى الألعاب كلها في الوحدة لما يطلع ثامن اليوم لما يطلع قبل الأخير وما إلى ذلك.